السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب. مفاجأة اليوم، الانتخابات تتأجل وتفاصيلها سوف تتابعونها بعد قليل في الملعب. إلى العناوين. بيان مفاجئ، تأجيل انتخابات اتحاد القدم. خطاب سري من الفيفا يرفض تعديلات اللجنة السباعية. أحمد عيد يسافر إلى زيورخ يوم الاثنين، وترشح خالد المعمر في خطر. في مواجهة مع المهنة، المرداسي يعترف بخطئه. الحكم يبرئ الرئيس ويعتذر عن مباريات القصيم. التعاون يصعد شكواه إلى الفيفا على المهنة ويستند ببرنامج الملعب. بلاتر في الدمام 5 يناير. في 20 دقيقة النصر ينفجر على الحد البحريني. وفي الكويت وبعشرة لاعبين الفتح يخسر بشرف. أهلا بكم، هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ طارق بن طالب الرياضي المعروف والكاتب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك وشاكر لك دعوتي إلى البرنامج بعد غياب طويل. تشرفنا وسعيد بلقائك أنت والمشاهدين والزميل العزيز صديق القديم. صديق القديم أبو فهد، أي واحد يشوفه من أيام الحارة، يا كثر أصدقاء من أيام الحارة ما خلصوا. دليل على أنه يعني شايب. لا مو شايب، لا محبوب اجتماعي. عادل البطي الرياضي المعروف أيضا والمحلل في القناة الرياضية، أهلا وسهلا أبو فهد. حياك الله متركي، مع أنك بديت بالهجوم من البداية. كذا ما ينفع معك إلا كذا أنت. طيب نبدأ.